حدثنا اسحاق حدثنا وهب بن جرير بن حازم اخبرنا شعبه عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل دراهم فاتيته اتقاضاه فقال لا اقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى اموت ثم ابعث فاوتى مالا وولدا ثم اقضيك فنزلت افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الايه